ردود الافعال بقى بعد المباراه، سواء من الكاف، من لجنه الحكام، ناس قالوا لكم ايه بعد المباراه؟ والحمد لله اول رد فعل كان من رئيس الاتحاد الافريقي، نزل هنانا بعد الماتش في غرفه اللبس وقال لنا انا فخور بيكم. الله، فدي حاجه كانت طبعا كويسه جدا وبسطتنا. واول ما رحنا المعسكر طبعا بتاع الفندق عشان لجنه الحكام، اول كلمه رئيس لجنه الحكام ومدير التطوير في اللجنه قال لنا الطاقم المصري احرج بقيه الحكام، انا مش هتنازل عن المستوى ده، انا عايز مستوى يا زيه يا احسن منه. الله. فده كان سبب الحمد لله الحمد لله ظهور الحكام كلها بشكل جيد، لان مباراه الافتتاح ده هي عنوان البطوله. صح صح، وفعلا عنوان البطوله مستوى التحكيم بشكل كويس للناس كلها والمنتخبات كلها اللي فيه تحكيم محترم. صحيح صحيح. هل فعلا كابتن محمد صلاح تواصل معاك بعد هذه المباراه؟ مباشره. احنا طبعا المباراه الافتتاح كان فيه حوالي 70,000 متفرج، الطريق كان زحمة جدا. فوجئت الكابتن صلاح بيكلمنا على التليفون وشكرنا واحد واحد يعني، وهنانا كلنا يعني. هل قالك ايه كابتن محمد صلاح؟ يعني قالك كلمك قالك لا إيه؟ قال لي شرفتنا واحنا فخورين بيك وفخورين بالطاقم المصري كله، وان شاء الله تكملوا على كده على طول يعني. عظمة جدا. طيب كابتن امين، احنا املنا كبير جدا ان احنا يبقى عندنا حكم مصري ان شاء الله في كاس العالم 2026، متفائل ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني انت حاسس مطمن او يعني عندك امال ان يبقى عندنا حكم باذن الله في كاس العالم 2026 او طاقم تحكيم ان شاء الله كمان اكتر من حكم؟ احنا ان شاء الله انا و طبعا كابتن عمر معروف. ومحمد معروف طبعا. رايحين معسكر بعد 10 ايام ان شاء الله في قطر. القائمه الاوليه لحكام كاس العالم اثنين مصريين لاول مره من ضمن 13 حكم على مستوى افريقيا. ربنا يكرمنا، اللي يروح وما بيمثلش نفسه هو بيمثل مصر. صح. وطبعا شرف لاي حكم اللي هو يمثل مصر في كاس العالم ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن امين عمر حكمنا الدولي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وبهنيك مره اخرى على المستوى العظيم في كاس الامم الافريقيه.